انطلقت أشغال الشطر الأول للبنية التحتية لمشروع الخط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة بمدينة أكادير بتكلفة تناهز 124 مليون درهم، وتستغرق مدة الإنجاز 14 شهرا في إطار تنفيذ مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 الموقع أمام الملك. بالنسبة لهذا الشطر الأول للمشروع، الطول ديالو كيبلغ 3.9 كيلومتر وكيربط ميناء أكادير بمدارة القمرة، وكيمر بعدد من الشوارع الرئيسية للمدينة كشارع محمد الخامس، شارع جنرال الثاني، شارع الحسن الثاني. وغادي تكون فيه 11 محطة وجوج ديال الأقطاب للتبادل، دو بول دي شونج. القطب الأول للتبادل غادي يكون على مستوى مدخل ميناء أكادير، والثاني غادي يكون في ساحة السلام بالحي الصناعي للمدينة. سو بروجي لا بروميير لين دي اش ان اس دو لا فيل دكادير دو لونغور دو 15.5 كيلومتر بارتون دو بور دكادير جوسكو كارتيي تيكوين اي بينيفيسيون دي انفلوب بيدجيتير دو 1,200,000,000 ديرام. اي لي تالوتي اون تخوا لو. لو لونسمون دو بروميير لو اي بريفي بور لو 23 مارس d'une longueur de 3,9 km. Le budget du premier tronçon est 123 millions de dirhams sur un délai de 14 mois. Nous sommes très fiers d'accompagner notre client Agadir Mobilité dans la réalisation de ce grand projet d'envergure pour la ville d'Agadir, ce projet qui s'inscrit dans le plan de développement urbain de la ville d'Agadir. Nous sommes aussi fiers d'être parmi les premières entreprises à réaliser ce genre de projet au Maroc. Nous sommes aussi fiers d'être une entreprise qui travaille avec un encadrement 100% marocain et de la main-d'œuvre 100% marocaine. المشروع الذي يدخل ضمن المحور الأول من برنامج التنمية الحضرية ينضاف إلى سلسلة من المشاريع التنموية التي تشهدها مدينة أكادير. Nous l'attendons avec impatience. Nous savons tous que les bus en ce moment, c'est des bus en difficulté. Ils sont très défavorables pour nous en tant qu'étudiants, pour les entourages d'Yannan. Et donc, j'estime que Amelway va apporter beaucoup de confort, beaucoup de sécurité pour nous, pour qu'on puisse prendre le bus, pour qu'on puisse profiter de la ville dans un autre cadre. حافلات جديدة، حافلات يعني حديثة العهد، حافلات متطورة غتنعكس إيجابا على الحركة داخل المدينة بطبيعة الحال، وكذلك غتساهم في الحد من الاكتضاض، وكذلك غتساهم كذلك في يعني السير ديال المواطنين بطبيعه الحال، واكيد غتعزز الخدمات التنقليه داخل المدينه. هذا المشروع هذا غادي يشكل لنا واحد التنميه بالنسبه لمدينه اكادير، وواحد التغيير، خصوصا وان مدينه اكادير كيكون فيها يعني كتستقطب مجموعه من الطلبه من الجنوب. ويستفيد خط الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة من ممر مخصص له حصريا لضمان حركة حافلاته كما هو الشأن بالنسبة لخط الترامواي، في وقت سيعزز فيه التنقل المستدام داخل المدينة التي تستقطب آلاف السياح المغاربة والأجانب.